الحمد لله. صديق لي وهب أرض للمسجد من 10 سنوات، تم جمع التبرعات وبنينا المسجد، بس الآن لم يفتح. تمام، تحول النية وهم فتحوا مصلحة عامة للبلد، فهل هذا يجوز؟ لا، لأن الناس دفعت، المتبرعون دفعوا على أنه مسجد، مسجد، فلا يصح أن تخذلهم وتأخذ أموالهم تصرفها كيف شئت. طب يعني هو دلوقتي هو اللي يسأل عن النية قدام الله سبحانه وتعالى ولا إيه؟ لا، يفعلها، جمع الفلوس، أنا تم البناء دورين اثنين وتبرع وتم تحويله، طبعا ما تفتحش المسجد، فتم تحويله إلى مكتب بريد ومصلحة عامة. يعني أنا دافع فلوسي عشان أبني مسجد، الناس تركع فيه وتسجد، تحوله لمؤسسة ربوية؟ تمام. طيب في فلوس تانية الناس دافعينها مع أخ كانوا دافعين دايما تبرعات منهم على أساس المسجد، الفلوس دي موجودة دلوقتي وخلاص المكان اتحول اللي هو في مسجد آخر. طب الفلوس دي نعمل فيها إيه دلوقتي؟ لمسجد آخر. لمسجد آخر. خالص يا عبد الرحمن. جزاك الله خير. وإياك. الله خير. السلام عليكم.